طبعا الفترة اللي فاتت وبعد الحرب الروسية الأوكرانية كان في تعطل لصادرات الحبوب للدول، وعليه بعد كده شفنا أزمات اقتصادية تباعا مع هذه الحرب، وشفنا بعد كده أزمة الدولار اللي خلقت يمكن زيادة في الأسعار في كل شيء ومنها الخبز. المفروض انه خلال اليومين الجايين يمكن اعتبارا من يوم الاحد هنشوف انخفاض في الاسعار بنسبه من 25 ل 40% على حسب ما تم اعلانه من قبل رئيس الوزراء. وكمان اعلنت الشعبه العامه للمخابز عن انخفاض اسعار الخبز السياحي، وده اعتقد اللي هيكون فيه تخفيض زي ما بقول لحضراتكم من 20 ل 45%، وهنعرف هل ده ينطبق بس على رغيف الخبز السياحي ولا ايه، لانه ده طبعا اللي يهم الناس. وطبعا الفترة يعني اللي جاية هننتظر ان احنا نشوف انخفاض في اسعار العيش السياحي اللي كان وصل يمكن لاكثر من 2 جنيه، اعتقد ب 2 جنيه ونص الرغيف. الاسعار دي وارتفاعاتها زي ما قلت لحضراتكم تباعا لاشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة يعني عشناها كلنا مع بعض. خلينا نعرف ايه تفاصيل الاسعار الجديدة وامتى هيتم تطبيقها، وهتطبق على الخبز السياحي فقط او على أشياء أخرى. معانا أستاذ خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة والمتحدث باسم الشعبة. أهلا بحضرتك، ولو ياريت كده تفسر لنا هذا القرار وإمتى يطبق، يعني إمتى الناس هتروح الأفران تلاقي الأسعار بتاعة العيش ابتدت تنزل. أهلا بحضرتك أستاذ هدير. أهلا بحضرتك. وإن شاء الله بإذن الله تطبق الأسعار دي إن شاء الله تباعا من يوم الأحد إن شاء الله اللي جاي إن شاء الله. يعني يوم الأحد كل الأفران المفروض إنها تكون ملتزمة بالتسعيرة الجديدة، وإيه هي التسعيرة الجديدة؟ حضرتك التسعيره الجديده ان شاء الله بالنسبه للمخابز الافرنجيه رغيف الفينو اللي هو 70 جرام هيبقى عامل 150 قرش، ورغيف ال 35 جرام عامل جنيه، ده بالنسبه للافران الافرنجي. بالنسبه للخبز السياحي اللي هو البلدي السياحي هيبقى عامل الرغيف الوزن 80 جرام عامل 150 قرش، ورغيف ال 40 جرام عامل 75 قرش، ورغيف ال 25 جرام اللي هو رغيف السندوتش الصغير ده هيبقى عامل نص جنيه. دي بالنسبه للاسعار اللي هتبقى معلقه في قائمه اسعار في كل محل، وفيها سعر ووزن الرغيف، وفيها ارقام تليفونات التومين للاداره التابعه ليها للمخبز. يعني انا افهم من حضرتك ان الرغيف اللي كان ب 2 جنيه ونص هيبقى بجنيه ونص، وهيحتفظ بنفس حجمه ومواصفاته. تمام، بنفس كل حاجه بالنسبه له. لان طبعا دي نزلت بنسبه حوالي بتاع من 25% كده، تقريبا من 20 ل 25% اسعار دي على مستوى القمح، طبعا عشان استقرار سعر الصرف والاعتمادات الماليه اللي اتوفرت للمستوردين اللي بيجيبوا قمح. بالتالي السوق استقر، لكن قبل كده في الفتره اللي حضرتك قلت عليها من شويه من بدايه من حرب روسيا اوكرانيا اللي هي كانت شهر 22، الفتره زادت قوي في فتره شهر 1 وشهر 12 و1 و2 في اول 24 لما حصل غزو غزه والدولار وصل ل 60 و65 و70 قرش. ده كان الفجوه اللي حصلت، ان كان ارتفاع سعر الدولار هو اثر بالسلب على ارتفاع سعر القمح. فبالتالي كان الرغيف وصل 3 جنيه زي ما حضرتك قلت 2 ونص، لا كان في مناطق ب 3 جنيه 3 ونص في مناطق ثانيه. فبالتالي كان السعر ما كانش مظبوط يعني. النهارده لما القمح خالد عايز اسالك، هو 80 جرام ده وزن معتمد من زمان ولا ده وزن جديد؟ لا حضرتك، اللي هو احنا اخذنا وزن تقريبي، لان طبعا المخابز السياحيه اصلا المفروض ما عليهاش رقابه تومانيه. فطبعا الوزاره حبت تقنن الموضوع، لان طبعا كانوا هم شغالين بحريتهم انهم بيجيبوا دي حر تداول، فبالتالي بيشتغلوا بموازين مختلفه، كل واحد بيغبط بيشتغل بالموازين اللي هو عايز يشتغل بيها. فالنهارده الوزاره حبت تدخلهم في منظومه ان هي لما سعر القمح نزل والدقيق نزل، فهم طبعا في ناس زي ما هي عايشه في الوضع القديم. فطبعا الاداره طبعا حبت والدوله حبت تريح المواطن في سلسله اللي هي نزول الاسعار، فمن ضمنها كان الرغيف. فبالتالي حطت شروط للناس اللي تلتزم معانا، لازم تشتغل معانا لان دي نزل لازم كله الاسعار تنزل زي ما كانت قبل كده، قبل ما كان يغلى الدولار وفي من شهر 1 و2. فطبعا الناس تجاوبت يعني بالنسبه للمخابز، وان شاء الله باذن الله الزبون ان شاء الله والمواطن يلاقي حاجه ان شاء الله كويسه، ولو في مشكله عنده في رقم تليفون لمدير الاداره في نفس اللائحه اللي فيها القائمه اللي فيها. يعني في نوع من انواع الرقابه على هذه المساله؟ نعم، في نوع من انواع الرقابه على هذه المساله. حضرتك الرقابه شامله، ده حضرتك الرقابه فيها تأمين الاداره اللي هو تابع ليها، الحي تابع ليها، ومديريه تأمين القاهره والوزاره متمثله في كام جهه في الوزاره، في مباحث تأمين الوزاره، في مباحث تأمين المديريه نفسها في كل مكان. فاصبح الرغيف النهارده بيرقب من كام جهه مش من جهه واحده، في رجعات متعدده، يعني ممكن جهه تخش بعدها ب 10 دقائق تلاقي حد تاني داخل عنده في نفس المكان. ومعالي الوزير اقترح برضه يعني سهل الامور شويه على
استدعى اصحاب المخابز السياحيه اللي هي غير مرخصه، فقال تشجيع من الوزاره للناس ديت ان لو اشتغلوا معانا في المنظومه ان شاء الله وتيسر الامر ويبقوا موجودين معانا في المنظومه، معالي الوزير هيقدم مقترح للسيد رئيس الوزراء بدوره يعمل المقترح للساده المحافظين بتسهيل اجراءات التراخيص للناس اللي هي ما عندهاش رخصه. طبعا دي موضوع كبير قوي لان هم كتير قوي اللي ما عندهمش رخصه، يعني مثلا نتكلم في 70% 80% من المخابز اللي هي اللي شغاله سياحي ما عندهاش ترخيص اساسا. فبالتالي لما تجي له الفرصه زي كده ان انا ارخص لك على اي وضع قانوني او اشغلك بحيث يبقى انت تحت مظله الوزاره نفسها، يبقى ده فرصه ليهم يستغلوها، المفروض يستغلوها اصحاب المخابز اللي هي غير مرخصه. طب استاذ خالد عايز اروح معاك كمان لاقتراح مساله بيع العيش بالكيلو، وازاي ده ممكن انه يعني يحل المشكله ويعني ويحل مساله عدد الارغفه؟ هو حضرتك بالنسبه للبيع العيش بالكيلو هي بتقسم في الاخر موازين الكيلو على سعر الرغيف، في الاخر بيطلع عند كم رغيف يطلعوا كيلو. لو احنا حسبناها كده يعني بديهي كده، يعني مثلا 10 رغيف في 70 جرام هيبقوا كم، في 80 جرام هيبقوا كم، قد ايه؟ 800 جرام. لو حطينا 12 رغيف بقى 69 جرام، حطينا 12 رغيف ونص او رغيف تاني من 40 اللي هو ال 40 جرام ده، هو ده كيلو عيش. بيتقسم بقى المبلغ الرقم دوت بيتقسم عشان يترجم لفلوس، المبلغ قد ايه تدفعه في الكيلو. فالموضوع سهل بس هي لازم تبقى تحت موافقه الوزاره، ما ينفعش طبعا احنا نقول الكلام وما الوزاره لازم هي اللي توافق عليه وتطلع بيه توجيهات. يعني دي اطروحه انتوا كشعبه مخابز ممكن تفكروا فيها؟ نعم يا فندم. دي اطروحه انتوا كشعبه المخابز ممكن تتولوها؟ عشان الموضوع يقول لك ما يبقاش ايه اللي يعني مثلا المواطن يقول لك العيش صغير شويه في المنطقه دي، لا انا هتاخده بالكيلو زي ما حضرتك مثلا رايح تاخد كيلو بصمات بالكيلو زي اي حاجه بتاخدها بالكيلو. يبقى الامور انت تاخد حقك في ميزانك في الكيلو. تمام. بالمناسبه عشان الناس كانت بتسال، هل الموضوع الاسعار وانخفاض الاسعار ده هيشمل حاجه ثانيه غير الرغيف الخبز السياحي ولا لا؟ والله احنا نتمنى يشمل كل شيء، طلع كل شيء غلي على ارض الواقع ينزل لاصله زي قبل كده. لكن هل نوع القمح اللي بيستخدم وكل السلع اللي بنجيبها من الماركت وكل اي حاجه وقطع غيار وكل حاجه نزلت طلعت صحيح زي ما كانت؟ لكن انا بسال حضرتك هنا، هو نوع القمح اللي بيستخدم في الخبز السياحي هو نفس النوع اللي بيستخدم في باقي المنتجات اللي بتطلع من الفرن ده ولا لا؟ لا حضرتك الانواع القمح وبالتبعية يبقى اسعارهم مش هتقل. لا حضرتك لا اللي هو بيتكلموا امبارح في ان هو سعر اخر حاجه سعرها 16000 جنيه. طبعا 16000 جنيه ده تسليم مطحن بخلاف بقى نولونه على ما يمشي من مكانه يروح مثلا للتاجر وبعدين التاجر يوديه لصاحب المخبز فيطلع 16 ونص تقريبا هيبقى كده يعني متداول كده يعني. والمطاحن انواع وكل مطحن ليه سعر وكل مطحن بيجيب قمح مختلف. والاقراح اللي موجوده في الاسواق في استرالي في امريكي في روسي في اوكراني، فكل دوت كل دول كل حاجه لها سعرها واجود اوجادهم الاسترالي، فكل حاجه لها سعرها في السوق. في انواع من الدقيق دبل السعر 32000 جنيه السعر الطن بتاعها اللي هو بتاعه المخبوزات الفرنجيه دي عشان غاليه شويه بتبقى لان هي بتكلف الفرن الفرنجي شويه بيتكلف شويه عن البلدي يعتبر اللي هو الخبز السياحي ده عباره عن دقيق وميه وملح وخميره بس مش غير كده. لما الفرن الفرنجي بيكلف في عنده سمنه وعنده سمسم وعنده عجوه وعنده ملبن وعنده زبده صفراء وعنده فماني وعنده زيت وعنده سكر. فشكارة الشكاره ال 50 كيلو لو حب يعملها فينو بس تاخد منه من 5 كيلو 6 كيلو سكر بخلاف الزيت بخلاف المونه الثانيه عشان يطلع شكاره فينو. انما البلدي مختلف شويه، البلدي ما عندوش تكلفه اسعاره حاجات تانية غير القمح. اتفضلي يا فندم. بيتحكم في سعره حاجات تانية غير القمح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وصلت النقطه دي استاذ خالد فكري سكرتير شعبه المخابز بالقاهره والمتحدث باسم الشعبه، شكرا جزيلا على وجودك معانا.